إدمان عمليات التجميل ما عاد موضوع جديد أو غريب، يعني مع انتشار الجراحات التجميلية شفنا كثير وقليل من حول العالم ناس أدمنت هذا النوع من العمليات، لكن لما نسمع عن أصغر مدمنة لعمليات التجميل في العالم ونعرف أنه عمرها 16 سنة بس، فهنا الموضوع بيستاهل وقفة. تشو تشينا مراهقة صينية عمرها 16 سنة خضعت خلال 3 سنوات لأكثر من 100 عملية جراحة تجميلية، يعني ما أعرف صراحة، يعني متخيلين فعليا 100 عملية. العموم هذه المراهقة المشهورة على منصة ويبو الصينية عندها 300,000 متابع، وبتقول إنه هدفها كان إنها تصير شبه الدمى البلاستيكية، وللأمانة يعني اللي بيشوف صورها وبيعرف إنه هو هذا هدفها، فهي واضح إنه نجحت على الأقل في هدفها يعني. أما عن الأسباب فبتقول إنه عمرها ما حبت شكلها، وإنها كانت تتعرض للتنمر كثير، وبعمر 13 سنة أقنعت أهلها بأول عملية، ومن هنا بدأت سلسلة العمليات. لليوم أنفقت شو ما يعادل 620,000 دولار على العمليات، وبتقول إنها ما بتهدد أو إنها بتهدد أهلها عادة لو ما عملت العملية اللي تبغاها فحتترك المدرسة، وبتقول كمان إنه في آثار جانبية كثيرة لكثرة هذه العمليات، منها فقدان في الذاكرة وعلامات جروح دائمة وغيرها وغيرها، ولكن وبحسب كلامها الموضوع بيستاهل. 会持续不断地变本加厉用化妆品、鞋帽、衣包、整容来给自己增加自信呢？从小崔娜娜的近照上来看，不知道。